مساء جميل بريحة البن المحوج ونار السبرتاية الهادية. مساء جميل بريحة البن المحوج ونار السبرتاية الهادية. النهاردة هنتكلم عن أول ست تحكم في التاريخ الحديث. أول واحدة قدرت توصل للمكانة دي هي شجرة الدر. على الرغم من إنها كانت جارية للسلطان الصالح نجم الدين أيوب، بس قدرت تخليه يحبها ويتجوزها، وجابت له ولد اسمه الخليل، بس للأسف مات وهو صغير. أول ظهور لشجرة الدر على الساحة كان لما مات الصالح نجم الدين أيوب أثناء حرب الجيش مع الصليبيين، وأخفت شجرة الدر وموته عن الشعب والجيش عشان ما تحبطهمش وتضعف روحهم المعنوية في الحرب. وأمرت الدكاترة كمان إنهم يخفوا السر ده، ومن يومها وهي بتدير شؤون الدولة كلها بنفسها، وأمرت الأمير فخر الدين إنه يقود الجيش ويبعت لتوران شاه ابن الصالح نجم الدين أيوب عشان يجي مصر ويتولى السلطنة. وعلى ما جه كانت هي رتبت كل حاجة تمام التمام، والمماليك قتلوا توران شاه وتولت شجرة الدر الحكم، وعملوا عملة باسمها وعليها ألقاب ليها، وكمان قدرت تخلص البلاد من خطر الصليبيين. وعلى الرغم من كل ده إلا إن محدش أبدا قبل إن واحدة ست تحكم لوحدها، والشعب طلع في مظاهرات، والعلماء على المنابر معترضين، والأيوبيين طبعا معارضين، وخصوصا ان ده اعلان لسقوط حكمهم. وفوق كل ده كمان الخليفة العباسي بعت للمماليك يقول لهم: ان كانت الرجال قد عدمت عندكم فعلمونا حتى نسير اليكم رجلا. وطبعا شجرة الدر معرفتش تخرج من الهجوم العنيف ده غير انها تتجوز عز الدين ايبك وتعمله سلطان على مصر، وتدير هي شؤون الدولة وهو معاه، وكمان امرته انه يهجر مراته الاولى وابنه. وطبعا الراجل اتخنق منها وقال: دي جاية تزهقني بقى. وقدر واحدة واحدة يفرض سيطرته على الحكم ويقتل كل اعدائه، وسعت منه بقى وقرر يتجوز على شجرة الدر. وطبعا لما عرفت كان لازم تأدبه وتنتقم منه، وبعتت له يوم يعدي عليها، ولما جالها قتلته، وصحيت تاني يوم تقول ده مات لوحده بالليل. وطبعا محدش صدقها، وقرر المماليك انهم يقبضوا عليها ويسلموها لمرات ايباك الاولى. وطبعا دي كانت فرصتها تنتقم من كل اللي شجرة الدر عملته فيه. وفعلا فضلت تعذبها، وأمرت الجواري يقتلوها بالأبائيل، عشان دي كانت أكتر حاجة بتحبها شجرة الدر وعندها منها كتير. وماتت بالأبائيل وترمت من فوق القلعة، وحرموا أي حد يقرب من جثتها أو يدخلها عشان تكون عبرة لأي حد زيها. وده كان انتقام المماليك من شجرة الدر إنها فكرت تحكم مصر. وعلى الرغم من كل ده وان شجرة الدر حكمت مصر 80 يوم بس، لكن اسمها عايش في الواقع والتاريخ، وهتفضل اول ست تحكم في العصر الحديث. وتلاقي اسمها مثلا على شارع في الزمالك، وتلاقيه في اي فيلم تاريخي او مسلسل ليه علاقة بالفترة دي، وكمان ليها ضريح باسمها، بس مش مؤكد هي اتدفنت فيه ولا لأ. هتلاقوا المصادر وصفحات السوشيال ميديا تحت الفيديو. اللي بيشوفنا يعمل لايك وشير للحلقة، واللي بيشوفنا لأول مرة يعمل سبسكرايب للقناة عشان يتابع كل جديد. استنونا الحلقات اللي جاية، وإلى اللقاء في قعدة جديدة من اتفضل قهوة مع برهان نبيل.